مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا المساء وسن اللقاء وشعارات يا ابناء القبائل وعلى بركه الله ينطلق الشوط الخامس عشر الخاص للبكار من مسافه 5 كيلومترات نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس نسير بعد المراكز وننطلق مع البدايه واول الاسماء واول الشعارات الانطلاق الاول من قبل طناخه محمد بن عبد الله الزعبي ينطلق مع البدايه ومع اول الاسماء ثاني المراكز وصلت هنا جميله بشعار حمد بن سعيد بن حمد الفزل المري يتقدم مع جميله وغيرت الى البدايه والى اول الاسماء واول الشعارات ثالث المراكز وصلت المتحده محمد بن سعيد بن صالح الجربوع المري يقدم لنا المتحده مع ثالث الاسماء رابع المراكز ورابع الانطلاقات القادمه والمندفعه هنا وصلت وعد صالح بن محمد بن علي بن محمد الجرحب ينطلق مع خامس المراكز وخامس التحديات خامس الاسماء وخامس الشعارات وصلت القادمه والمنطلقه هنا العنود فهد بن سالم بن عبد الهادي آل بحيح المري مع خامس المراكز وخامس الانطلاقات هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة ونعود إلى البداية إلى أول الأسماء وأول الشعارات هنا جميلة بشعار حمد بن سعيد بن حمد الفسل المري يتقدم مع أول الأسماء وأول الشعارات ثانيا قادمة طناخة وهذا الشعار المميز في هذا المساء ينتزع نقطتين في هذا المساء مع حاضر وأيضا مع شواح هنا يقدم لنا طناخة محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي ينطلق مع ثاني الانطلاقات وثاني المراكز ثالث الاسماء وصلت وعد صالح بن محمد بن علي بن محمد الجرحب المري مع ثالث المراكز رابع الاسماء غارة راشد بن مبارك بن حمد الشهواني الهاجري يقدم لنا قارة مع رابع المراكز منتشن القارة الى المقدمة والى الصدارة تنطلق من اجل الفوز ومن اجل الانتصار خامس المراكز وصلت القادمه المتحده محمد بن سعيد بن صالح الجربوع المري شعار بالعرج يتقدم مع خامس الاسماء وخامس الشعارات هكذا هي النتيجه الثانيه مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة وأرى هناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة ولكن أعود مع البداية جميلة مع الانطلاق الأول تنطلق جميلة بشعار حمد بن سعيد بن حمد الفسل المري يتقدم مع البداية ومع انطلاقة جميلة ثاني الأسماء من الجانب الاخر تنطلق قارة راشد بن مبارك بن حمد الشهواني الهاجري وثالث الاسماء طناخة بشعر محمد بن عبد الله الزعبي ورابع المراكز المنطلقة هناك وعد صالح بن محمد الجرحب خامس الاسماء وصل شعار الشنجل وصل شعار الشنجل يتقدم وينطلق مع ضويمر محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يقدم لنا ضويمر واول نداء للضويمر ولكن البدايه المقدمه الانطلاق الاول غير الطناخه وانطلقت الى اول المراكز بشعار الزعبي محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي وثاني الاسماء ضويمر محمد بن ناصر بن محمد الشنجل ثالث الاسماء
غارة بشعر راشد بن مبارك بن حمد الشهواني الهاجري خامس الأسماء، وصلت جميلة جميلة بشعر حمد بن سعيد بن حمد الفسل مع خامس المراكز، ولكن الشنجل مع البداية مع الانطلاق الأول الكيلومتر الأخير الكيلو الخطير الضوامر محمد بن ناصر الشنجل المهيب ينطلق مع أول الأسماء، ثانيا قادمة ومنطلقة هملولة زايد بن محمد بن زايد العلم الخيارين، وأيضا القادمة طناخة والاسم القادم وصلت وعد صالح بن محمد الجرحب نيسان بترول ستيشن عند خط النهاية انطلقت واندفعت الشاهنية الشاهنية وعد وعد صالح بن محمد الجرحب يقدم لنا وعد الشنجل يحاول اللحظات الأخيرة مع ضويمر محمد بن ناصر الشنجل ثالث الأسماء الخيارين مع هملولة زايد بن محمد بن زايد العلم الخيارين وعد وعد هملولة هملولة وعد وعد من الجانب الآخر تنطلق بشعر زايد بن محمد بن زايد العلم الخيارين الخيارين ومجرحب النيسان في الانتظار الفوز لمن الانتصار لمن الخيارين يغير مع هملولة زايد بن محمد بن زايد العلم الخيارين تهانينا والناموس لمالك هملولة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار تهانينا تهانينا والناموس لمالك هملولة زايد بن محمد بن زايد الخيارين وسلام الخيارين سلام تهانينا والناموس واسعد الله مساك يا مالك هملولة زايد بن محمد بن زايد العلم الخيارين ثاني الأسماء وصلت انتصاف حمد بن هضوان بن حمد بن سعيد الفسل وثالث المراكز الضويمر محمد بن ناصر بن محمد الشنجل ورابع المراكز وعد صالح بن محمد الجرحب وخامس المراكز شهب سعيد بن علي بن سعيد آل بريس المري هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة تهانينا والناموس لمالك هملولة زايد بن محمد بن زايد العلم الخيرين التوقيت الزمني ولحظة وصوله إلى خط النهاية 7:29:35 تهانينا والناموس لمالك هملولة زايد بن محمد بن زايد العلم الخيرين على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار ثانيا وصل شعار بن جبران مع انتصاف التوقيت الزمني 7:30:65 تهانينا والناموس لحمد بن حضبان بن حمد بن سعيد الفسل وثالث المراكز شعار الشنجل والتوقيت الزمني 7:31:39 كانت هناك الضويمر